هل ممكن أن يتجرب المسيح بالشر ويخطئ؟ ما هي نوعية تجارب يسوع المسيح؟ وماذا نتعلم من تجارب المسيح؟ أعبائي ابقوا معي، رح أتكلم عن تجارب المسيح من البرية من هذا المكان. من برية يهوذا من منطقة الصحراء، رح أتكلم في هذه الحلقة عن تجارب المسيح، وهذا موضوع كتير مهم لنا اليوم اللي منشاهد هذه الحلقة. منشوف كيف إنه يسوع كان مثال لنا في كل شيء، تجرب كإنسان حتى يعينك، حتى يسندك، حتى يساعدك. في هذه المنطقة صام المسيح 40 يوم، وبعد 40 يوم جاء المجرب اللي هو الشيطان. ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع. من برية يهوذا، من المكان اللي تجرب فيه المسيح بعد صيام 40 يوم، عاوز أتكلم عن تجارب المسيح. لكن كل شيء في حياة المسيح كان بمخطط إلهي، كما قال: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. إحنا بنعرف إنه عاش في مدينة الناصرة، وكان بيشتغل كنجار أو حجار بنفس الوقت. ولما صار عمره 30 سنة ابتدأ الخدمة، وفعلا جاء اعتمد من يوحنا المعمدان مكان في نهر الأردن. المكان مش بعيد عن هذا المكان، مثل شايفين بتشوفوا غور الأردن من بعد خلفي، والمنطقة التي تسمى دير القرنطل اللي تجرب فيه يسوع المسيح. في المعمودية طبعا الرب أو الآب يعني ختم على خدمة يسوع وقال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ومنشوف في المعمودية كمان إنه الروح القدس ظهر بهيئة حمامي. ومنشوف كمان شهادة يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وقال عن يسوع: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. بعد المعمودية من نهر عند نهر الأردن جاء المسيح ومشي في هذه البرية الجرداء القاحلة المقفرة، يعني ما فيهاش حياة. والبرية طبعا هي خرجت رجال الله مثل موسى، مثل داود، وهكذا. لكن جاء المسيح ليواجه الشيطان لوحده بعد مصام 40 يوم. يقول الكتاب أنه جاع أخيرا. بعد المعمودية طبعا كان المسيح مكرس، سمع صوت الآب، كان مستعد أن يواجه الشيطان اللي أسقط كل البشرية بالخطية. عدة ملحوظات لما بندرس تجارب المسيح. هذه التجارب كلها لكي تثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب. لما أنت بتقرأ في طيات هذه التجارب، سواء موجودة في إنجيل متى أو في إنجيل لوقا، حتى تثني عزمه ما يروحش لأورشليم،
ما يموتش على الصليب. ومنشوف هذه كانت إرادة الشيطان الذي جاء ليدمر ويدمر مخطط الله. مثلا عندما ولد المسيح أراد هيرودس الملك أن يتخلص من المسيح، إذ قتل أطفال بيت لحم ظانا أنه قتل يسوع المسيح. وحتى في قيصرية فيلبس لما المسيح أعلن أنه ابن الإنسان رايح لأورشليم ورايح يسلم إلى رؤساء الكهنة وتكلم عن صلبه، أخذوا بطرس جانبا وقال له حاشاك يا رب. قال يسوع المسيح لبطرس اذهب عني يا شيطان. فإذا بتشوفوا كل هذه التجارب حتى يسوع ما يروح لأورشليم، حتى تثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب. شيء آخر، هاي التجارب طبعا ثبتت سلطان المسيح على الشيطان. بعد ما واجه الشيطان في البرية نرى أنه جزء كبير من خدمة يسوع المسيح هي إخراج الشياطين، والشياطين كانت تصرخ وتقول ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله. فإذا حتمت أثبتت سلطان المسيح على الشياطين. شيء ثالث منشوف من خلال التجارب إنه يسوع المسيح هو الوحيد الذي لم يمسه الشيطان. الشيطان استطاع أن يمس كل الأنبياء وكل البشر، فهذه التجارب وجهت ضد طبيعة المسيح الإنسانية، لكن المسيح نجح في هذه التجارب ولم يستطع أن يمس المسيح كما مس كل البشر أجمعين. شيء آخر أحبائي، خلينا ندرك إنه الله مستحيل أن يخطئ. المسيح طبعا كان بلا خطية بلا عيب، طاهر قدوس بار منفصل عن الخطايا، ما فيوش أي عدوى للخطية. طبيعته من جوا لا تستطيع أن تستقبل شر أو فساد أو خطية. ليه؟ لكي يكون حمل الله الكامل بلا عيب، لكي يكون له الكفاءة أن يكون فاديا بلا خطية، يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية، ويستطيع أن يرضي الله ويرضي المطالب ويوفي العدالة الإلهية. على فكرة المسيح انتصر على كل أنواع التجارب. بعد التجارب في البرية مكتوبة عن الشيطان فارقه إلى حين، يعني دايماً بينتهز أي فرصة حتى يوقع المسيح في التجربة. احنا بنشوف أنه عدة مرات، في مرة ناموس جاء يجرب يسوع المسيح، في مرة أمسكوا امرأة وهي تزني في ذات الفعل، جابوها الغرض حتى يجربوا يسوع المسيح. وفي منطقة الهيكل كانوا بيسألوا يسوع المسيح حتى يجربوا يسوع المسيح. المسيح انتصر على كل أنواع التجارب، وواحد من التجارب الصعب جدا انتصر المسيح في بستان جتسماني عندما كان يصارع ينازع، وعندما كان يجاهد بالصلاة إذ عرق نزل كقطرات دم بسبب الصراع الشديد، وقال إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. المسيح عاش في حياة النصرة فانتصر على كل أنواع التجارب. في البرية إحنا نقرأ عن ثلاث أنواع من التجارب، والتجربة يعني إبليس جاء
لما مكتوب أنه جاع أخيرا، فطلب من المسيح قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. طبعا هل يقدر المسيح؟ طبعا يقدر. احنا بنعرف أنه أشبع الآلاف بكدا معجزة، لكن المسيح لم يصنع معجزة واحدة لإشباع رغباته، لإشباع شهوته. فهذه التجربة تعتبر شهوة الجسد لكي يشبع رغباته. كان جواب المسيح للشيطان مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فإذا المسيح حسم الأمر وأنه اتغلب على شهوة الجسد. التجربة الثانية كانت شهوة العيون، يعني المنفعة لربح، لإظهار عظمة معينة. فأخذوا إبليس على جناح الهيكل العظيم في أورشليم، نشوف يمكن جبال أورشليم من هذا المكان، ويعني طلب منه أن يطرح نفسه إلى أسفل. لكن الشيطان لم يقتبس الآية كاملة بحسب مزمور 91، لكن أخذ جزء من الآية حتى يطرح. طب ما أنت طالما عندك هالعظمة وهالقوة، وأنه المسيح بيجي على السحاب، طير في السحاب، خلي الناس تشوف العظمة، خلي تشوف قدرتك، خلي تشوف قوتك. إبليس طبعا يحارب مخطط الله، ومكتوب عن يسوع جاء لينقض أعمال إبليس. إبليس يعني مكتوب عنه السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما يسوع قال عن نفسه أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هذه شهوة العيون، يعني من جناح الهيكل العظيم اللي بناه هيرودس الملك، وهذه العظمة بعلوه وعظمته كان على جناح الهيكل، وين الكاهن كل صبح وكل مساء بيضرب في البوق حتى يعلن قدوم الذبيحة. هذا الجناح العالي يطل على وادي قدرون. مثل ما قال له يعني حول اصنع من هذه الحجارة خبزا، نفس الشيء طير في الهواء، انت عندك القدرة الكاملة انك تظهر نفسك، ليش تنتظر للصليب؟ خلي الناس تشوفك وانت عم بتطير بالهواء. لكن المسيح أجابه أيضا من كلمة الله بالمكتوب، قال لا تجرب الرب إلهك. المعجزة الثالثة أخذت طابع بيختلف اللي منسميه تعظم المعيشة، أي الطريق السهل للمجد. وما أكثر الناس اللي بتقع في فخ وتعيير إبليس بسبب المجد الذاتي، عاوزين يصلوا للمجد بطريق سهل جدا. أخذوا على جبل عالي، وهون منشوف وقاحة إبليس إنه عم بيطلب من المسيح، بقول له أعطيك كل هذه إن خررت لي. لكن أحبائي إبليس ما هواش كلي القدرة، ما هواش كلي المعرفة، ما هواش كلي الحضور، هو محدود، قوته محدودة، فكل شيء محدود فيه. فيعني حاول إنه يعني يغري يسوع المسيح بكل ممالك الأرض، لكن نسي سلطان يسوع المسيح. بعد انتصاره منشوف إنه الشياطين عم تطلب إذن من يسوع، لما أخرج الشياطين من شخص اسمه لاجئون، أو لأنه كانت جماهير من الشياطين تسكن هذا الإنسان، طلبت إذن إنه يدخلوا إلى الخنازير، طلبوا إذن من يسوع المسيح. هذه التجارب أو نوعية هذه التجربة التي سقطت فيها حواء لما شافت أن الشجرة شهية، منظرها حلو، شهية للأكل، ففعلا سقطت في هذه التجربة. هذه التجارب يتكلم عنها الرسول يوحنا في الإصحاح 2 من آية 15. قال يوحنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة،
هذا ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد. الجدير بالذكر أحبائي إنه المسيح هزم الشيطان في البرية من أجل نفسه، هو كان وحده، واجه هذه التجارب وحده، واجه الشيطان وغلب وانتصر على الشيطان. ثم أحبائي المسيح هزم الشيطان على الصليب من أجلك أنت، مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، يعني فضح مملكة الظلمة على الصليب. ثم أحبائي هزم المسيح الشيطان حتى تصير قوة المسيح بقوة الروح القدس الساكنة في المؤمن، حتى تنتصر أنت كمان على التجارب وتنتصر على كل يعني محاولات إبليس الشريرة. يقول الكتاب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. المسيح انتصر حتى إحنا ننتصر على الشيطان، وهذه أحبائي لما إحنا يعني الروح القدس بيسكن فينا، مكتوب صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، قدرة المسيح بتحل فينا حتى نقاوم الشيطان وإغراءات الشيطان وننتصر على الشيطان. خلينا أتكلم عن بعض الحقائق، لماذا يعني كان على يسوع أن يجرب. طبعاً في استفادة في عدة دروس من هذا الموضوع. أولاً منشوف إنه المسيح تجرب حتى يظهر لنا طبيعة وعمل الشيطان. من خلال تجارب المسيح استطعنا أن نستشف إنه الشيطان لئيم، يريد أن يدمر، يريد أن يهلك أنفس الناس. فالشيطان مكتوب عنه هو الحية القديمة، هو المشتكي والمجرب، هو المخادع، وهو اللص والقاتل، كان ذاك قتالا منذ البدء، هو سيد قاسي ومدمر جدا، يريد أن يعني يخرب سبل الله المستقيمة. وإرسالية إبليس طبعا نستطيع أن نفهم أنه يثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب. فكل الموضوع كان شغل الشاغل إبليس أنه يعطل المسيح من ذهابه للصليب. شيء تاني، الدرس التاني اللي بنتعلمه من خلال هذه التجارب أنه أظهرت لنا إنسانية المسيح الكاملة. تعرفوا مش سهل إنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمان ويولد في بيت لحم في مذود متواضع، والكتاب سميه عبد، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، اشترك في جسم بشريتنا، عاش في مدينة الناصرة سمعتها مش كل هالقد، وفي حياته قال يعني ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه، للثعالب أوجرة ولطيور السماء، ولكن لابن الإنسان ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه، ما عندوش مكان. كان متواضع جدا، عاش حياة بسيطة، حتى لما دخل أورشليم ما عندوش حمار، جابوا له حمار لكن فرشوا على الأرض يكرموه
ويحترموه. حتى لما مات ما عندوش قبر، استأجر قبر شخص آخر حتى يدفن فيه قبل قيامته من بين الأموات. بنشوف إنسانية المسيح، عطش، جاع، تألم، مر في ظروف كثيرة مثلنا لكن بلا خطية كما يقول الكتاب المقدس. والمسيح أخذ جسد إنسان حتى يظهر الإنسانية الكاملة ويمر في كل ظروف الحياة اللي أنت وأنا مرينا فيها. فمنشوف إنسانية يسوع المسيح اللي هو قال عن نفسه مراراً عن نفسه ابن الإنسان. شيء ثالث، المسيح يفهم ويتعاطف مع المجربين، فهو رئيس كهنتنا الأعظم بحسب عبرانيين إصحاح 4. فهو يقدر ويتعاطف، يعني بيفهم كل ظروف حياتنا وكل أمورنا، فعم بيتعاطف معنا. في المعمودية وقف في الماء يتعاطف مع الخطاء التوابون وقال ينبغي تكميل كل بر. هو فاهمك، خابزك، عاجنك، عارف كل داخلياتنا، كل ظروف حياتنا. يقدر أن يعين المجربين، بيتعاطف معنا. شيء آخر، تجربة المسيح وانتصاره هو مثل لنا، يعني حتى نعيش هذا الانتصار. والكتاب يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. كيف ننتصر على أعمال إبليس؟ ينبغي أن الروح القدس يسكن فينا، نمتلئ من الروح القدس. ينبغي أن نستخدم كلمة الله اللي الكتاب يسميها سيف الروح. ثم ينبغي أن نعلن دم يسوع المسيح. بقوة دم يسوع المسيح نستطيع أن نغلب إبليس. ثم بقوة الشهادة، عندما نشهد عن ما فعله يسوع من أجلي ومن أجلك، فأنت تحطم مملكة الشيطان وتمتلك أراضي كثيرة. فإذن بقوة الكلمة، بقوة الدم، وبقوة الشهادة نستطيع أن نتغلب ونهزم الشيطان. ثم نستطيع أن نهزم الشيطان باسم يسوع، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه. عندما ننتهر الأرواح الشر في هذا الاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم الرب يسوع، ننتصر على أعمال الشيطان. ثم أحبائي، المسيح تجرب لكي يساعدنا، لكي يعيننا أيضا في تجاربنا. مكتوب عنه يعني يقدر أن يعين المجربين، لأنه تجرب بلا خطية لكنه يقدر أن يعين المجربين. فإذا المسيح انتصر من أجل نفسه، من أجلك، ومن أجل الكل على الصليب، حتى أنت تسير وتمشي في غلبة ونصرة يسوع المسيح. السؤال اللي دايما أسأل أو بيطرحوه بشكل مستمر، هل ممكن أن يجرب المسيح بالخطية؟ خلينا نشوف بعض الحقائق المهمة. الحقيقة الأولى أن الآيات تؤكد وتجزم إنه المسيح لم يخطئ أبداً، لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، لم توجد فيه خطية. مكتوب عنه القدوس البار المنفصل عن الخطاة. قال عن نفسه أنا هو نور العالم، فهو لابس النور، وهو النور لا ظلمة فيه البتة. فاستحالة إنه طبعاً إنه المسيح يخطئ، لأنه تؤكد الآيات إنه المسيح لم يخطئ أبداً. شيء ثاني من ناحية أخرى، الآيات تؤكد أن المسيح فعلاً تجرب في كل أنواع التجارب لكن بلا خطية. تجارب المسيح كانت تجارب حقيقية مش وهمية كما يدعي البعض.
وينكر تجسد المسيح أو لاهوت المسيح من ناحية أخرى. فعلا تجرب مثل ما شفنا هون في البرية، جربوا إبليس. لكن شيء ثالث، إنه الآيات الكتابية تجزم أن الله غير مجرب بالشرور. قال يعقوب في الإصحاح الأول الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فطبيعة المسيح الداخلية لا تقبل الشر أو الفساد أو الخمير أو أي شيء ممكن يعدي المسيح. المسيح لمس الميت قام، فلم يتنجس مثل اليهود بلمسهم الموتى. المرأة النازفة شفيت عندما لمست يسوع المسيح، والأبرص عندما لمس يسوع طهر من برصه. فإذن طبيعة المسيح الطاهرة النقية بلا خطية هي التي تطهر، ولا يستطيع ولا يتنجس بأي شائبة أو بأي خطية أو بشيء حتى شبه شر من أي شخص، فتجزم إنه الله غير مجرب بالشر أو يجرب أحد بالشر. فإذن إن كان المسيح هو الله فمستحيل أن يتجرب بالشر. والمسيح تجرب كإنسان كامل، لكن لم تكن طبيعة المسيح الإنسانية لوحدها، لكن كانت الطبيعة الإنسانية متحدة باللاهوت كامل. أي المسيح كان إله كامل وإنسان كامل. كإنسان تجرب في كل شيء بلا خطية ما عدا الخطية، حتى يكون المثال الأعظم، وحتى يكون الذبيحة الكاملة بلا عيب ولا دنس، حتى يكون له الكفاءة أن يكون الفادي يرضي الله ويكفر عن خطايا البشرية. في الختام عاوز أقول إنه الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل يجعل مع التجربة المنفذ. المسيح انتصر على التجارب حتى أنت وأنا نعيش في نصرة المسيح. صلاتي إنه فعلا تتمتع بنصرة المسيح من خلال قبولك للمسيح، وتعيش بحرية وتعيش بانتصار أيضا. جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.